فارس برنامج الذواقة عامر السلام. حياك الله عامر. الله يبقيك وطول عمرك يا الزميل. الله ما عرفتك يا ما شاء الله تبارك الله. استاذ عامر انت اليوم تعرف طبعا فكرة كذلك اعزائي المشاهدين لا تنسوا المشاركة في الوسم تحت تغريدة الذواقة 10 شاركونا الاسئلة زيادة اسئلة بما يخص اخونا عامر. عامر حياك الله. الله يبقيك طول شلونك؟ الله يعافيك. تغيرت عليك انا عقبال بيس. ما عرفتك. استاذ عامر اول شيء ليش ما اخذت الراية معك؟ والله هي متحمس اني اخذها لكن قالوا بنخليها عندنا في المجلس. من هو اللي قال؟ هذا انت ما اعطوك اياها؟ ابراهيم. هي نفس اليوم. خليتها طيب معي قلت هذه باخذها معي قال لا بنخليها في مجلس الذواقة. قلنا علموك طيب في البداية؟ لا ما علموك. يقول الفارس اللي ما معه حصان معه انضباطه وكيمرته خوي جنبه وسيع بطانه اقولها عقب عشرته وانا صادق والله مالك زود الله يطول. انت كنت منضبط وكنت صاحب تصوير جميل في الريفيوات يا ابو امجاد. سؤالنا الاول لهذه الليله ما من هو اللي دلك على البرنامج يا ابو من هو اللي دلك؟ اللي دلني على البرنامج رساله والله من احد المتابعين حتى انا ودي اسلم عليه واشكره لكن ما اعرف حسابه. صحيت مع الفجر حصلته مرسل لي رابط البرنامج وكاتب سجل في البرنامج لا ترى بيصلح لك وسجلت الحمد لله توفقت فيه والله العظيم من الان من هذا المكان اني اتمنى اني راس سني عشان اقدم له هديه خاصه بهذه المناسبه ما قصر عندي صراحه دلني على شيء والحمد لله ما خيبت ظنه وجبت المركز الاول. انا كفو يا ابو هو ما دلك الا هو له نظره فيه لكن لو كان البرنامج ما في تصوير صدقني ما تفلح بالمركز الاول. والله اتحداك في اي مكان تبغى. لو ما في تصوير. اذا بيني وبينك. اذا تبغى انا تفدي. الحين في فقره رسميه ما ودنا بالمشاكل يبون. طيب وش الشيء اللي كنت متخوف منه قبل البرنامج؟ بعد البرنامج تغيرت نظراتك تجاهه يعني، وش كان عندك مشكله انحلت؟ كان عندي مشكله في الصبر. يعني كنت اتوقع اني ما اقدر اصبر على ال 90 يوم. واني يمكن ما اكمل ولكن بفضل الله يعني ضغطت على نفسي وتعديت او تغلبت على عده عقبات وضغوطات والحمد لله ما خيبني رب العالمين وتحقق الهدف اللي كنت ابغاه. طيب وش كانت وجهه نظرك عن البرامج الواقعيه؟ انت كنت شاركت برنامج قبل؟ لا اول مشاركه لي وحتى ترى ما فهمت البرنامج الواقعي الا يمكن من منتصف من بعد ال 40 يوم. يعني انا ما كنت اتابع برامج واقعيه مره ولا حصل لي اني تابعت برامج واقعيه. تعرف ما عاد حد يمل التلفزيون كلهم اذا يمكن مباريات حتى المباراه يمكن تتابعها على الجوال. فانا ما صرت اتابع برامج واقعيه وما تابعت فكانت النظره عادية يعني ما في شيء متخوف منها وعشت التجربة والحمد لله. أنت كنت شاركت في برنامج كنت قدمت على برنامج صح؟ قدمت على برنامج في قناة الواقع ما قدمت أنا قدم واحد وعدت هذا الكلام أكثر من مرة بالله واحد من أهل الديرة قدم على البرنامج وما قد جاء الرياض فدق علي وأنا في الرياض قال يا أبو أمجاد أنا قدمت على برنامج سكريبت قال دقيش وتكفى ابغاك تقابلني قلت ابشر قابلته في المطار وكانت مقابلتي يوم الثلاثاء وديته هناك سبحان الله حصلت احد الزملاء من الشباب اللي يعرفوني وكذا قال ليش ما تشارك؟ قلت والله يا اخي انا ما لاني ممثل ولا اني منشد ولا اني بشاعر عشان انا اسولف حق تصوير حق سوالف حق قال واحد من الشباب اللي لازم تسجل سجلت دخلت فيه مقابله كانت تحت الهواء مع سامي الجعوني ومع علي الجعيد وقالوا ما شاء الله تبارك الله الان تطلع على الهواء فعلى الهواء صار ظرف ان احد المتابعين شافني في التلفزيون فيقول لي قاعد يوصيني لا تسوي لا تقول لا طلعت على الهواء ما ادري ايش اقول عامر سعيد على سلامه الفرشه تعمل بس. طيب ومن هناك طلعت انت يعني وش هي وجهتك انت ليش داخل برامج انت تبي تصير اعلامي ممثل وش عندك؟ شوف انا بما اني خضت تجربه اعلام ودخلت في هذا المجال فالمسؤوليه يعني صعبه عليك انك تنقل رساله يعني ثقيله عليك بانك توصل الشيء اللي يرضي رب العالمين اولا ثم يرضيك انت كشخص وكاب اسره وكناس خلف الشاشه يطلبوا منك المحتوى الطيب.
فأنا والله إني أتمنى، أنا من زمان يعني صاحب سناب وتغطيات مناسبات وكذا، وعضو في سناب قحطان، فكنت أسوي لقاءات مع شعراء مع رواه مع فمقدم يعني. يعني أنت كنت على مستوى القبيلة وعلى مستوى يعني البيئة وطلعت إلى نعم حتى أني يعني هذه الموهبة أو هذه الصفة اللي يحبها اللي هي مقدم ما أظهرتها في برنامج الذواق، لأن الشباب ما شاء الله تبارك الله كل أحد طلع بفكرة. طيب عندي سؤال. تفضل. أنا عهدتك صادقا يعني الآن ما سألت، هذه تعتبر ما هي أسئلة؟ لا هذه ما هي أسئلة يعني، أنا بالعكس والله أنا يعني أمون عليك ولا عندي، وبالعكس أنت إنسان منضبط، حاولنا نبحث ندور شيء ما لقينا. لكن طيب عندي سؤال، من هو المتسابق الذي كان يقض مضجعك؟ ما في حد يقض في البدايات، ما في حد يقض المضجع، ما في أحد خوفت منه؟ شوف أنا كنت خايف إني أنا من نفسي أنا صراحة. ما عرفناك يا عبد الله عنزي. لا لا انا والله العظيم عنزي يقول انا ما اخاف انا اخوف. لا لا انا ما قلت انا اخوف، انا قلت انا كنت خايف من نفسي اني انا ما اصبر على هذا البرنامج. انك في البدايه في البدايه كان في اشخاص كنت خايف منهم كانضباطي لهم اشخاص هي يمكن 2 ولا 3، لان منافسه قويه 26 رجال يعني ما هو 3 ولا 4 عشان تذكر منهم واحد. وكان في البدايه اسماء كنت متخوف منهم كمنافسين وكحضور. سبحان الله انتصف البرنامج تغيرت الآلية او تغيروا الاشخاص. ايه صاروا اشخاص اخرين. فالحمد لله تفوقت عليهم كلهم. هذا يدل على اني ناجح. طيب وش الفكرة اللي لو تعدلت في البرنامج لكان افضل؟ او وش السلبيات اللي شفتها في البرنامج؟ لو بعد تعدلت كان افضل. شوف ما في سلبيات واجدة. في بعض المشاكل اللي حصلت وكذا يعني ما كنا نجهلها يعني، لو صار فيها يعني من أول ما دخلنا قانون أو لائحة معروفة واضحة لنا جميعا يعني بعض الشباب أكثر ما صاروا فيها، مثل وائل طلوعه، مثل أنت شيني استبعدوك ورجعت، فكانت الأوائل مثل أبو راشد مثل سعدون تغريدات يعني خارج مع أنها موجودة في العقد لكن ما كانت واضحة. تغريداته خارج؟ يعني خارج وقت البث، مثل سعدون وقت البث، أبو راشد تغريدة وقت البث، أبو خليل تغريدة ما حاسبوه سعدون ترى، إلا حاسبوه جميعا. فأقول لك يعني كأن اللائحة كانت ما هي واضحة، تخبط يعني. تخبط يمكن تقول تخبط. إيه طيب صفة يا أبو أمجاد اكتسبتها من أحد الشباب أو تمنيت انك لو تكتسبها يعني من عزو. انت عندك الانضباط ما شاء الله عليك، انا ودي انك تكتسب هذه الصفه. والله طال عمرك بعض الشباب يعني عنده لا مبالاه، وهذه صفه سلاح ذو حدين. إيه؟ قد تنفعك في اشياء وقد تضرك في اشياء، فهذا لا مبالاه عندك انت. إيه؟ اتمنى اني اكتسبها في مواضع قد تفيدني فيها. ممتاز وخلاص. طيب لو لم تكن انت المركز الاول من كان الاحق بالمركز الاول؟ والله انا اشوف ان المراكز مستحقه يعني على الانضباط على الحضور على الاجتهاد على المواظبه على الوصول الى هدف. كل واحد منا دخل وله هدف هذا البيرق والمركز الأول، فأتوقع أن ما أحد كلهم اللي أخذوا المراكز يستاهلون ومراكز مستحقة. حنا أعزائي المشاهدين قلنا لكم أعطونا أسئلة وأنتم قمتوا يقولون نواف مقدم نواف مقدم. هذا محاربة؟ لا لا ما هي محاربة، هذه يمكن إشادة. طيب أبو أمجاد مساك الله بالخير، هل ممكن نشوفك في برنامج في المجد؟ هل دعيت طيب برنامج المجد؟ دعيت المجلس الذواقة من الأخ عبد الوهاب، صار بيني نقاش على عدة أمور ما اتفقنا فيها. أنا سمعت معليش. إيه. سمعت إن عبد الوهاب قال لك تعال، وقلت أنت هل فيه مقابل مادي؟ مقابل مادي قال لا تعال بس كذا صح؟ صح. هو قال لي. هل أنا مستقية. أنا سألته قلت هل فيه مقابل مادي؟ قال للشباب الموجودين نعم.
بس أنت ما في. ليه؟ لأني أنا اقترحت اسمك على الإدارة. فقلت أنا ما يعني أجي من الجنوب وأجلس هنا حول 40 يوم وما أخذ مبلغ مثل الشباب الباقين، هذه اعتبرها حتى قليلة في حقي، يعني إن 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 إنك تكون بالمجان مع إنك محقق مركز أول. وأنا أتمنى لكم كل الخير والله. أنت أولى إنك تجي من بعيد. ما هي على إني أولى، لكن يعني مساواة بالآخرين. ها آه. أنا عشان بس يحق له طبعا عبد الوهاب، يحق له طبعا الرد. نعم يحق له أن يرد. تفضل عرج عرج. تم طرح أكثر من اسم. لما طرحت اسم الحبيب عامر السلامة كان أنه من اللجنة يعني أنه خارج المنطقة، فيعني للأسف التكاليف مع الشباب مع كذا يكون أكثر يعني. فلا إله إلا الله، أنا كلمته قلت أجل متى ما كنت بالرياضة وكذا نبيك تصير معنا، أننا يعني شلون على قولتهم ذيك اللي ما ودنا ننحرم منك، يعني نبيك لو أي فرصة يعني. والله أنا شو، لكن أيضا اعتذر وقال أنا عندي سفر وكذا وعندي مشاغل وماسكن برنامج الذواقة، فلذلك هذا تصحيح. يعني إذا أنا غلطان قل لي أنت غلطان أبو. لا لا ما أنت غلطان، بيض الله وجهك. وأنا ما تبليت عليك، كلام اللي قلته صح. إي 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 بس أنا عشان ما يفهم بصيغة أخرى يعني. لو سمحتوا في مقدم هنا يدير الحوار. تفضل يا أبو. طيب هل قطاع الإعلام المحافظ أحد الوجهات الأساسية لعامر بن سلامة؟ نعم. الحين طال عمرك الشهرة أسهل شيء يمكن في الحياة، يمكن قد بعيدا عن، أنا ما ودي أذكر يعني مواقف أو أذكر. لا تخلي شيء ما تذكره. ما ودي بس ولو يا نواف، يعني بعض الأشياء قد توصلك للشهرة في غمضة عين، قلة حياة ولا شيء ولا مبادئك على سبيل على مبادئك دينك تعرف أنت الشيء هذا. فالإعلام المحافظ شيء جميل. ما ادري السر اليوم حاط لي علم المملكه وسلطنه عمان. والله هذه طال عمرك اليوم زرت معرض الكتاب، واول ما دخلت المعرض كان فيه الوفد العماني او الجناح العماني، قابلني وسلم علي واعطاني هذه، وكلنا خليجنا واحد. نادوك الناس الليل؟ لا. هل لو نادوا هل شوف شوف يا نواف، يكون تكون على بينة والمشاهدين الكرام، أي برنامج يعرض علي في قناة المجد هي الأولى من أي قناة ثانية. إذا فيه مقابل مادي كويس، يعني أنك تتغرب علشانه وتجلس الرياض علشانه، أنا الأولوية للمجد، لأن لها الفضل بعد الله في ظهور عامر آل سلام وأكثر كثير من المسابقين. أنا الآن فيه برنامج قد يكون لي على قناة أخرى، هم طلبوا مني وأنا قدمت لهم ما هو الفكرة وكيف الطريقة، وهم تحت وضع الدراسة، فيمكن أقدم في قناة أخرى، لكن الأولوية لقناة المجد متى ما احتاجتني فأنا جاهز. وجهك طيب، لكن ما أبغاهم يعني يهمشون. مثلا يقولون، شوف في بداية البرنامج كنت أسولف أنا بعض الشباب، كانوا يقولون ترى المركز الأول يأخذ المركز الأول ويختفي ما عاد يظهر، كيف تبغى يظهر وأنت ما قدمت له برامج، أنت ما استدعيته في دورات قادمة للقناة؟ ها؟ إذا ما عززت واجده إيه؟ كيف تبغى يظهر؟ تبغى يجي يعني يفرض نفسه؟ أنت اللي تقدم له الفرصة هذه. اسمع ليش الظهور مو مقتصر على القناة، الظهور يا اخي. انا الحمد لله عندي، انا عندي ظهور من قبل، انا عندي ظهور من قبل وعندي متابعين من قبل. اسمع يعني بس كشاشه لا، انا ما اقدر اجي افرض نفسي اقول يا قناة المجد اعطوني، خلاص انا حصلت على المركز الاول او هاني على المركز الثاني او فلان او فلان، وتشوفونه مفيد للقناه ويقدر يقدم، ليش ما تعطونه؟ ليش ما تتيحوا له الفرصه اذا انت تشوف انه قد الشيء هذا؟ يا اخوان انا صراحه ما ودي ناخذ المايك من الاستاذ نواف المدوخ جزاه الله خير، بما انه هو اللي يدير اللقاء. تفضل استاذ نواف. لا تفضل ابو. لا لا الله يجزاك خير. يعني انت كلامك الان انت يعني تشوف انه معطوب يا مخرج. خفت منه انت؟ شوفي والله عبد الوهاب الامن بالله اول هاشم افسخر بيز نواف جيبوا لي هول بالعيال. طيب يعني انت تشوف الان ان يعني الشباب اللي في المسؤولين يعني القناه متعمدين تهميشك واعطوك المركز الاول تسكيت؟ لا لا انا ما خذيت تسكيت على ما قلت، انا خذيته بجهد واجتهاد وباستحقاق، لو كان في احد مستحق غيري اخذ المركز الاول.
طيب سبب تهميشهم لك يعني؟ ما انا ما قلت انهم همشوني. انا ما قلت انهم همشوني، انا قلت الان دور القناه في اظهار المواهب اللي اكتسبوها من برنامج الذواكه، انهم يعطونها برامج ويظهرونها. طيب انت خارج المنطقه يا ابو امجاد، وانت ذكرت الشيء. انا جلست هنا 90 يوم وانا خارج المنطقه، وانت تعرف اني تعرضت لضغوطات وامور وظروف خارج عن الاراده، وفوق ذلك استمريت في البرنامج وانضبطت فيه، وانت تعرف الشيء هذا، والشباب الزملاء يعرفون الشيء هذا. اشهد. تخيل طلعت غند عمرها شهرين وزياده ما قد شفتها من يوم ولدت. نعم هذا هذا اكبر اكبر تحدي. نعم نعم اكبر تحدي. يعني الخلل من انا ما اقول خلل من احد. لا تحاول انك تسوي فيها انك بتورطني. انا اقول لك اذا قناه المجد تشوف ان فلان وفلان وفلان مكتسب للقناه، وتعرف وين تحطهم في اي برنامج في اي دوره قادمه، فهذا شيء دور المجد فيه. كان عامر بن سلام او شخص ثاني. طيب ما هو سبب او سر علاقتك الوطيده مع الدكتور محمد الغندور؟ حتى نشوف قلمه معك للحين. والله الدكتور محمد الغندور سبحان الله من الشخص، بعض الناس مقبولين من اول ما تشوفه تعرف هذا الشخص انه مقبول ويكون له معزه خاص مثلك يا منوف. في البدايه ما كنت ادانيك وسبحان الله طيرت النظره، والحين من الناس المقربين لابو امجاد، انت تعرف الشيء هذا جدا. صح اني ما ادانيك لكن قدام الاعلام لازم نطلع عنا. لازم ادانيك. لا انت مجبور يا ابو. عرفت الدكتور محمد الغندور له الفضل بعد الله في اشياء كثيره، حتى انه كان يتواصل معي بعد البرنامج ويقول ما شاء الله تبارك الله اليوم شفتك كذا سويت كذا، فكان داعم لي بشكل كبير جدا. لا لا ما اسمع، وبعض الشباب ترى ما هو انا لحالي. ايه فكل التقدير والاحترام للدكتور محمد غندور. يستاهل. وامسي عليه بالخير ان شاء الله بكره وانا معك في عمان باذن الله. ما شاء الله هذا تصريح قوي من خلال برنامجنا يا شباب ان الاستاذ عامر سوف يسافر. طيب السعوديه دارتني كلها بسافر. طيب هل ممكن طيب موقفه وتصرف عفوي شفت تاثيره على الجمهور؟ شوف الانسان يمر بضغوطات وتراكمات في 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 خلال يوم او خلال الفتره اللي يعيشها، ضغوطات وتراكمات وظروف. ففي موقف ان 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 جيت يوم من الايام جلسه الحقيقه الغائبه، كان نواف ما هو موجود، ووائل ما هو موجود، وابو راشد ما هو موجود، وكنت انا جالس في الحقيقه الغائبه واسولف مع نفسي، واقسم بالله اني اسولف ما ادري هل الكاميرا علي ولا ما هي علي السياره. وتفاجأت يعني بعد ما جاء سالم زبيد وجلس معي وكذا وانتقلت الكاميرا للموقع ثاني، ان جاني المخرج وسلم علي وقال يا اخي طلع المقطع هذا بطل. و ايش كان؟ يوم كنت جالس نفسي واسولف والله نواف هنا ومدري انت. المقطع المدفوع. ما هو مدفوع والله، ما هو مدفوع. فهذا الموضوع هذا الموقف يعني صار في تراكمات، وصار في طال عمرك انك تشوف الشباب الجروبات الثانيه مبسوطين مع بعض وانت كانك لحالك منبوذ في جلسه الحقيقه الغايه. احنا صابرين احنا. ايه فحتى طيب انا كنت صابر. انا في الحاجات الكويسه اللي لفتت انتباهي صراحه في شخصيتك، إيه؟ انك يعني الحاجات اللي اكتسبتها من البرنامج او تاثير قناه المجد عليك نقلته الى منزلك. صحيح. جبت السيفر لهم وجبت. صحيح. هل بنشوف اطفالك الله يحفظهم في قناه المجد الاطفال يعني؟ شوف عندي جود دائما تقول انا ابغى اكون مع بنات المجد. من بعد السيفر ولا قبله؟ من بعد مشاركتي في البرنامج كانت تتابع، حتى انا قبل ما يجي السيفر كانت تشغل مجد الاطفال على اليوتيوب وتتابع بعض المقاطع لهم وتحس بانتماء كبير لقناه المجد. كم باقي؟ حلو. عرفت؟ طيب فان شاء الله اتمنى ان يكون في فرع قريب في الجنوب او يكون مهرجان مشاركه لعالم الطفل عندنا في الجنوب ويكون المجد موجودين. بإذن الله. طيب أنا أقول يعني يا مسؤولين من هو بامن؟ يعني أنتم متم معي. أنا طالبهم يعني المسؤولين أنهم يشوفون يعني إذا أبو مجدي شو اسمه بنتك؟ جود. إيه أبو جود إذا ما حالف الحظ فشوفوا الجود مكان في القناة. نعم. طيب هل أنت تفكر في المقابل المادي؟ لا ما أسمح لك على كلامه. تفضل. زال حضرك. بالنسبة طبعا الفرع في الجنوب كان سابقا في فرع لقناة المجد في جنوب المملكة في جيزان بالتحديد، ولكن تم اغلاق هذا الفرع.
وش السبب؟ كان في بعض الفعاليات المقامه في جنوب. طيب وش السبب؟ والله لا اعلم السبب. طيب ليش ما يكون في برنامج خاص بالمجد متنقل يعني في الشمال كيلو في الجنوب راحوا للجنوب في الشرقيه في الغربيه في برنامج كان اسمه 1000 كيلو وتنقلوا من تبوك الى جنوب. ما اقصد 1000 كيلو ما اقصد حتى يعني على مستوى اقصد على مستوى الاطفال. ممكن والله فكره يعني يعني الحين في مهرجانات تقام في جميع مدن المملكه، ليش ما يكون المجد له مشاركه وتستفيدوا من اشخاص مثلا اهل الشمالية تاخذون عبد الله في هناك في حائل وفيصل الايداء مثلا في منطقه جيزان يكونوا سفراء يعني ايه يقدر يغطون لك. فكره جميله ويعني تستحق الطرح. شكرا لك. الله يجزاك خير يا عامر، اليوم ما شاء الله مقترحات جميله وصلى الله يكتب اجرك. يا نواف خلصت؟ في صندوق عند الباب يا عامر. هلا به. في صندوق عند الباب حق اقتراحات. صندوق ايش؟ حق اقتراحات. اي بقى ابشر الحين اسجل. حطوا خمسه لي جزاك الله خير. لا ما هو بقى انت اللي تحطه في صندوق اقتراحات يا ابو. صحيح. انت منا وفينا. يلا وجهك. بالعكس انت وجودك اقسم بالله يا اخي يلومني في حب الرجال ذا. والله شيطان. وجودك معنا يا ابو امجاد اضافه للبرنامج. الله يطول عمرك. صدقي انا وانت تروح من البرنامج صدقني ما عاد يصير له طعم. لا والله لا لا مع احترامي لل اوف 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 والله. خذ راحتكم خذ راحتكم خليهم ياخذ راحتهم. طيب خليه يغيب يومين. طيب سؤال وشوف المشاهدات اذا عندك. لا والله بالعكس الشباب لا المجد لا تقف على اشخاص. ما اقصد المجد انا ما اقصد المجد اقصد برنامج برامج المجد ما تقف على اشخاص. والكيان انا اروح يجي احد بمكاني. ابراهيم يروح يجي احد بمكانه. عبد الله يروح المجد كيان. لو يا اخي المجد كيان ما قلنا فيه شيء. ما تقف على لكن ترى بمدوخ اضافه كبيره. انعم واكرم اضافه كبيره لهذا البرنامج. ابو مدوخ انعم ونجم من نجوم برنامج وحريصين عليه جدا. واضح ناخذ السؤال اللي بعده. على فكره ابو مدوخ اضافه لنا. يا مو انا قلت كذا. الفقره فقرتي. انت اعدت نفس الكلام اللي قلته. الفقره يعني فقرتي. لو راح طاحت المشاهدات. انت ناوي تهاوش معنا يا اخي مثل ما انت لك محبين يا عبد الوهاب ابن مدوخ محبين. لا والله الشباب بس اتوقع المحبين اكثر من المحبين. والله لو جيت انا الحال لو جيت قبول يا رب. لو جيت لحالي والله ما تلقى احد يتابع. بالعكس الشباب كلبونا قول بواحد ومكملين. ايش احنا بدونك يا نواف؟ فانت عشانهم يعني ما اعطوك برنامج بتخرب بيننا ابو مجد؟ والله انا سعدنا بلقائك. الله يطول عمرك. خلصت؟ لا باقي. طيب ونشكر صراحه مبادراتك الجميله للشباب اللي جوك في الجنوب. الشباب الرحالة اللي جوك في شباب الدوام. والله اتمنى ان عطنا انطباعك عن الشباب. اتمنى انهم جو كلهم. ايه. واللي ما جاء يبشر بالعوض. تعود وتسلم. حنيدا على كيف. ايه. الغندور يقول يوم جاك نسى الدايت. نسى الدايت. رجيم صار مدمن حنيد. هو ابو راشد. ممتاز. ممتاز. طيب صار موقف مع احد الشباب. لا ما صار شيء. الموقف هذا الشخصية خلاها بيني وبينك. اطرق له. عطنا لو شيء طارف. احترم وجهه نظرك يا ابو امجد. لابد يا اخي حتى اخواني يختلفون كيف ما تبغى. الشباب متجمعين من تعرف انا مذيع جديد بس دوري الشو. نعم مع ان يعني قناه المجد تحارب الشو في جميع بس انا يا اخوك يا ولد اليوم طبينا من باب ان نتطرق الموضوع اللي يخدم عنواننا. صحيح. نعم. شيك طال الساعه تاخرت اتصال. طيب احنا عندنا اسئله نواف ولا خلاص انا عندك مسيله هاشتاج. خلاص انا قريت الهاشتاج وقريت. طيب حياك الله يا ابو امجد. الله يبقيك. فتره من الفترات في برنامج الذواقه كنت متصدر يعني كنت قوي وانت تعرف انك قوي وفكرت تنسحب. ليه؟ صحيح قصدي؟ فكرت انسحب لاني شفتني ظلمت. ظلمت؟ نعم. جاني ابو زينب اعطاني جوال يقول لي ابحث لي عن معالم ديرتك مع اني اعرفها لكن يقول تاكد. ومسكت الجوال كذا ويدرون الله اعلم يدرون ولا ما يدرون ان الخطا ما هو مني. فقلت انا منضبط طول الفتره هذه وكان الجوال اللي معي من الاداره او من المعدين اعداد يعني البرنامج هذا او الفقره هذه فكيف خصموا علي او زودوا علي غندات وهذا الشيء بسيط، كيف لو اسوي شيء اكبر منها كان ما رحمني احد. مع انك شخص منضبط. ابو امجاد ليش يوم صار لك الموقف هذا لاحظ انك تذمرت والى وصلت انك تطلب الانسحاب؟ وبعدين لما صارت مواقف لبعض الشباب وانا كنت حاضرها لما زعلوا يعني واخذوا حقهم من الزعل مثل ما اخذت حقك وزياده. انت رفضت هل كنت تعتقد انك المبدع عند الاداره وانك الابن المدلل لهم وخذلوك يعني بهذا الناحيه ذي؟
انصدم يا حرام. لا لا معروف معروف من هو ابن الاداره، ماني علاقه بابن الاداره ومن المدلل. بعدين ما اتوقع احد يعني كان منضبط نفس الانضباط اللي كنت انا وتعرض لشيء مثل هذا. ممتاز. طيب تسمح لي بس قبل الفاصل تفضل، من هو ابن الاداره سريع؟ من هو؟ نواف بن مدوخ. شكرا لك اعزائي المشاهدين، سعدنا معكم في فقره 9 في 9، سنعود سويا بعد هذا الفاصل. يا سلام. يزين فيكم ليلي.